بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. معكم كريم باكلي داتا ساينتست اند ماشين ليرنينج سيرش انجينير. بإذن الله تعالى ده الفيديو ده هو تكملة السيريس الخاصة بالإيمج كابشننج اللي احنا بدأناها مع بعض. احنا كنا عملنا قبل كده فيديو بيوصف البروجكت، ده كان أول فيديو، وعملنا فيديو تاني كان بيشرح الجزء بتاع الفي جي موديل، عملنا الجزء التالت بتاع الداتا بري بروسيسنج. دلوقتي فاضل الجزء الخاص بالموديل نفسه والجزء الخاص بالبروسيسنج بتاع الكابشنز، يعتبر عملناه في الجزء الثالث بس في جزء بسيط فاضل، فيعتبر كده اللي فاضل الموديل. تقدر دون رقم 5 ورقم 4 بروسيسنج برضو موجوده. فدلوقتي الحل الامثل عشان اكمل البروجكت ده بحيث ما اقفش عند الجزء الثالث اللي احنا الفيديو الثالث اللي احنا وقفنا فيه، فانا هشرح الكود من الاول ومش هكتب الكود زي ما كنا بنعمل في الفيديوهات اللي قبل كده. انا هشرح الكود بيعمل ايه، ولو عندك اي سؤال ابعت لي على الميل وهرد عليك باذن الله تعالى. تعال نشوف مع بعض الكود. ده الجزء الخاص بالفيجيو موديل، والجزء ده احنا اتكلمنا فيه في الفيديوهات اللي سابقه. هنلاقي في البلوك ده فانكشن اسمها ديف اكستراكت فيتشرز. الفانكشن دي كل اللي بتعمله او اللي جواها بتعمل كولينج لفي جي 16. اول ما بتعملها كول هتلاقي الموديل نفسه حمل عندك تحت. بعد ما حمل هتلاقيه بالشكل ده، ده السمري بتاع الموديل. هتلاقي الموديل متكون من كذا لير بحيث يقدر يسلكت الفيتشر. بعد ما يسلكت الفيتشر وبعد ما يتم عمليه الانبوت والموديل يحمل عندك، احنا بنعمل مودلز دوت لايرز دوت بوب. تعالى نبسطها اكتر على جراف. اللي بيحصل في اول بلوك في الكود زي ما قلنا بنعمل كول للولود للفي جي 16 ويحمل عندنا على الجهاز. ده من اهم الخطوات في البروجكت. اللي بيحصل مثلا لو انا عندي ايمج موجوده فيها مثلا شيب ما، فاول حاجه بتحصل انبوت للفي جي 16. بعد ما يحصل الانبوت بيحصل extract features. انا هرمز لها برمز اي فيتشر، دي اختصار extract feature. بعد كده المرحله الثالثه predict class. طبعا كل مرحله من دي متكونه من كذا layer فوق بعض، بس انا اختصارا للي بتعمل layers دي بتعمل ايه. فانا هاجي عند اخر لاير اللي هي بريدكت كلاس وهعمل ريموف ليها، هعمل بوب ليها. هكتفي بس باللاير اللي هي بتعمل اكستراكت فيتشرز، بحيث يبقى انا موجود عندي بس الانبوت لاير والاكستراكت فيتشر. طبعا الاكستراكت فيتشر عباره عن كذا لاير مع بعض مش لاير واحده. ده كل اللي بتعمله البلوك الخاص بالفي جي 16. والبلوك ده احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الفيديو الثاني للسيريس بتاعت الايمج كابشننج، وكتبنا الكود كله مع بعض في الفيديو الثاني. فممكن ترجع للفيديو لو انت عايز تكتب الكود لوحدك، ارجع للفيديو اسمع الفيديو واكتب ورا الفيديو. فده كل اللي بتعمله، بديه الباز بتاع الداتا، وبعد ما يحصل بعمل كل الفانكشن اسمها سيلكت فيتشرز. وبعد ما يحصل سيلكت فيتشر بسيف الفيتشر اللي طلعت في فايل اسمه فيتشرز دوت بي كي ال. طبعا تقدر تسميه اي اسم بس لازم الامتداد بتاع البي كي ال. تعال نروح للبلوك التاني. البلوك ده هتلاقي معظم الداتا بري بروسيسنج بتحصل في البلوك ده. اول حاجه عشان تفهم الكود تعال نفهم الكولينج بتاع الفانكشن دي، يعني ابدا الكود من اخر البلوك نفسه. طبعا انصحك ان انت تفهم الكود، يعني متاخدهوش كوبي بيست. ففي هنا في الكود احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كولينج للباص اللي هو ده فليكر 8K تيست. المهم الباص ده خاص بالكابشنز. الداتا بتاعتنا متقسمه لحاجتين، كابشنز والصور. فالصور كلها موجوده في ملف تكست، الكابشن بتاعها موجوده في ملف تكست اسمه توكن. الملف ده موجود فيه الاي دي بتاع الصوره اللي هو الاسم بتاعها دوت جي بي جي، والكابشن بتاع الخاص بكل صوره. هتلاقي 5 كابشن لكل صوره، فكلهم ال 8000 صوره موجودين الكابشن بتاعتها في فايل تكست واحد. فالفانكشن اللي فوق دي المفروض تنظم العمليه بتاعت الكابشنز وتحطها في داتا ستراكشر معينه بحيث اعرف اديها للموديل بتاعي.
فتعالى نطلع فوق نشوف الفانكشن واحده واحده. اول حاجه لود دوكمنت، دي عاديه بفتح فايل وبقرا الفايل ده من خلال الفانكشن اللي هي فايل دوت ريد. دلوقتي انا كل التكست او كل اللي موجود في الفايل موجود معايا في المتغير اسمه تكست. بعد كده بعمل كول للود ديسكريبشن وبديه الدوكمنت اللي هو عباره عن التكست. جواه انا بفصل دلوقتي مثلا الايمج، احنا قلنا الايمج متقسمه ازاي، الاي دي بتاع الايمج هيبقى بالمنظر ده. تلاقي لو انت فتحت الايمج دوت جي بي جي، فانا مش محتاج الجي بي جي، انا بس هاخد الاي دي اللي هو ده، هيبقى يونيك، كل صوره ليها يونيك اي دي، وكل اي دي من ده بخزن قدامه الكابشن بتاعته. يعني قدام كل اي دي هتلاقي فيه 5 كابشنز. ده اللي بتعمله فانكشن دي، بتشيل الجي بي جي دوت جي بي جي مش عايزها، وبحط بس الاي دي وقدامه الخمسه كابشنز. ده بالنسبه للفانكشن دي، وتحطهم في ليست. بعد كده بنادي على الفانكشن اسمها لود ديسكريبشن. دي هي الفانكشن اللي فوق، بس انا كتبتها مرتين سوري، فانا هسيبها لك مكتوبه بطريقه واحده، هسيب لك اللي هي مكتوبه بالطريقه دي بحيث في كومنتس على كل لاين، فانا ممكن امسح دي بحيث انت ما تلخبطش. وزي ما انت شايف تقدر تكتبها في سطور صغيره لو انت شلت كومنتس. وطبعا في اف كونديشن، اف لينس في اللاين اقل من 2، ده بسبب ان هو اول لاين بيبقى في التكست بيبقى فاضي، فانا بس بتشيك على اول لاين ان هو لو اللاين ده فاضي خش على اللاين اللي بعده، بس هي دي لازم التشيك دي. بعد كده بعمل فانكشن مهمه جدا اسمها كلين ديسكريبشن، برضه هكتبها مرتين، هتلاقي ادي فانكشن هنا وفانكشن هنا، فانا هسيب لك يعني همسح واحده منهم. فانا هشرح مثلا على اللي هسيبها لك. كلين ديسكريبشن بديها ديسكريبشن اللي هي الدوكمنت بعد ما حطيتها في داتا ستراكشر معينه اللي هي الليست اللي هي الراجع من المابنج اللي هي المابنج. دلوقتي انا محتاج امشي على كل كابشن و الابر كيس اللي هو مثلا لو في حرف ابر كيس بالمنظر ده مثلا، فانا احوله لسمول ال اسي. وبعد كده ريموف بانكتويشن، هتلاقي في برضو فانكشن اللي هي string dot make translation، دي اول ما تلاقي اي بنكتوشن موجوده سواء كوما فاصله بتحولها بتشيلها خالص، ده لازمه السطر ده. بعد كده removing hanging s and a، مثلا لو في كلمه زي مثلا موجوده زي an apple او دي، فالادي ممكن تعمل مشكله في الموديل، يعني ممكن تعمل مشكله في الموديل فبنشيلها خالص وبنخلي بس التي، او مثلا فين انا قبل، فانا هشيل الان واخلي قبل بس. نفس الحكايه لو في توكنز فيها نمبرز، مثلا لو في الداتا بتاعتي مثلا موجود مثلا زي بعد كده في 1 مثلا، فطبعا الكابشن كده موجوده بطريقه مش صح، فانا هشيل ال1 دي واخلي زي بس. ده اللي بيعمله في السطر ده، بتشيك ان الورد دي مش نمبر، المفروض الكابشن يبقى ما فيهاش نمبرز خالص، فانا هتشيك ان في نمبرز ولا لا، لو في نمبرز ما تحطش النمبرز معايا بس. وبعد كده ما اخلص خالص اقول له الديسكريبشن دي دوت جوين ديسكريبشن. بعد كده تو فوكابلري، الفانكشن دي همشي على كل الوردز الموجوده عندي واحطهم في ست. الست عباره عن ده ستراكشر بس بيبقى فيه يونيكس ووردز جواها، يعني مثلا لو في كلمة ذا في كابشن وفي كابشن تاني موجود فيها ذا، فأنا بس هعمل أحط ذا واحدة فيهم. ده بسبب إن أنا مثلا في البريدكت بتاع الموديل نفسه أنا هقول له إن في عدد فوكابلري معين بناء على الكابشنز دي يونيك، فأنت ما يعني ممكن بريدكشن نمبر أكبر من النمبر ده. ممكن نشوف الكلام ده يعني في البلوك اللي بعديه أو التاني يتوضح أكتر. البلوك ده طبعا اللي هو سيف ديسكريبشن، أنا هسيف الديسكريبشن بتاعتي، همشي على كل ديسكريبشن اللي انا ديكشنري اللي حصل اللي هو ديكشنري دلوقتي قدامه او جواه الكي بتاع الايمج وديسكريبشن ليست اللي هي عباره عن 5 كابشن، فانا هسيفهم كلهم في تكست فايل واحط في التكست فايل ده الكي، يعني الكي بتاع الايمج وقدامه الكابشن الكي، يعني كل صوره هيبقى فيها 5 كي وقصادها 5 كابشن، وهسيف الفايل ده وهعمل فايل دوت رايت وادي له الداتا اللي هي عباره عن لاينز وفايل دوت كلوز. ده بالنسبه للبلوك ده. طبعا انا البلوك ده والبلوك اللي يعني لغايه هنا انا شرح بالتفصيل في الفيديوهين اللي عملتهم على
اللي هي مش كابشن، فانت ممكن بالتفصيل وكاتب الكود مع وكاتب الكود مع بعض، كاتبين الكود مع بعض، لو انت عايز تكتب الكود مع بعض ارجع اسمع الفيديو ده او الفيديوهين دول. دلوقتي تعالى نشوف الاجزاء اللي انا المفروض اعمل فوكس عليها، اللي هي الاجزاء اللي انا ما عملتلهاش فيديو او ما عملتلهاش فيديو بالتفصيل. فتعالى نشوف الاجزاء دي. زي ما قلنا هنبدا عشان نفهم البلوك، هنبدا من اخر جزء في البلوك. اول حاجه انا بعمل بعمل كولينج للفايل ده اللي هو فليكر 8K دوت رين ايمج. بعد ده هتلاقي جواه الاسماء بتاعت الايمج اللي خاصه بالترين. الايمج مقسوم عندي ترين وتيست، فهو انت دلوقتي محتاج تعرف ايه اللي هتعمل عليه ترين وايه اللي هتعمل عليه تيست. فهو في الداتا دي مقسم لك ايه اللي تعمل عليه ترين وايه اللي تعمل تيست، بحيث ان التكست ده موجود في ترين ايمج دوت تكست في كل الاسماء بتاعت الايمج اللي هتعمل عليها ترين. وبنادي فانكشن اسمها لود كلين ديسكريبشن لود فوتو فيتشرز. تعال نشوف دول بيعملوا ايه فوق. طبعا لود الدوكمنت ده احنا شفناه حالا، فانا بس بعمل لود الدوكمنت، بفتح فايل بقرا الفايل ده وبيبقى التكست جواه كل المحتوى بتاع الفايل ده. بعد كده لود الست دي دوكمنت. اللود دوكمنت دلوقتي انا عايز اجمع كل الاي دي بتاعت الفوتو في ست او في داتا ستراكشر اسمها ست، قصدي داتا ستراكشر ست اللي هي بتاخد يونيك فاليو، فكلهم اخزنهم في مثلا الداتا ست دي. ايه لازمه ان انا استخدمت داتا ستراكشر من نوع ست، بحيث لو في تكرار في الايمج، يعني مثلا لو عندي الايمج متكرر مرتين فهو هيخزن بس اي دي واحد للايمج دي، بحيث ما يحصلش مشكله وانت بتعمل تريننج الموديل. بعد كده من الفانكشن المهمه اللي هي لود كلين ديسكريبشن، انا بعد ما حولت في البلوك اللي فوق انا حولت دلوقتي كل الكابشنز، لو في كابشنز ابر كيس حولتها لور كيس يعني، وكمان شلت البنكتويشن. دلوقتي في الجزء الخاص بالموديل انا باخد كل كابشنز من الموجوده واحط كلمه ستارت سيكونس واند سيكونس، ودول هنشوف معناهم ايه في البلوك اللي بعد كده او اللي بعده. ده خاص بالموديل الار ان ان، بحيث يفهم ان هو اول ما يشوف ستارت سيكونس يبدا بريدكت جمله بناء على الفيتشرز بتاعت الايمج، وفي نفس الوقت اند سيكونس معناها خلاص وقف بريدكشن، فانا هحط ستارت سيكونس في الاول واند سيكونس في الاخر، بحيث اول ما يعرف ان دي عباره عن اشارات او سيجنالز، بحيث اول ما يشوف ستارت سيكونس يبدا بريدكت، وفي نفس الوقت اول ما يشوف اند سيكونس يعرف ان خلاص كده مش هيعمل بريدكت تاني. فتعال نشوف. طب الاند سيكونس في الاخر بتبقى بعد ما يبريدكت الجمله، ده في مرحله البريدكشن، بس احنا في مرحله التريننج هنديله جمله كامله، بس هنشوف هنديها له بطريقه معينه. بعد كده انا بعمل لود للفوتو فيتشرز. دي الفوتو فيتشرز اللي احنا سيفناها من خلال الفيجيو موديل، انا بس بمشي على الفايل اللي انا سيفته وبعمل لود للفيتشر دي. طبعا الكود هنا مكتوب بحاجه اسمها كومبريهنسيف كود، تقدر تشوف الطريقه اللي مكتوب بيها الكود في الفيديو اللي خاص عامله بالبايثون، يعني شرح السنتكس بتاع البايثون. اللي انت عايز تبقى داتا ساينتست فانت محتاج تعرف سنتكس معين في البايثون، انا شرحه في فيديو مدته لا تتجاوز على ما اتذكر 40 دقيقه او 30، يعني لا تتجاوز 40 دقيقه في كل السنتكس بتاع البايثون، انصحك انت تشوفه وهسيب لك اللينك باذن الله تعالى في الديسكربشن. تعال نشوف ده بعد ما طبع الريزلت من خلال الكولينج بتاع الفانكشن دي. زي ما انت شايف هقول لك الداتا سيت 6000 اللي هم الخاصين بالتريننج، والديسكربشن ترين 6000 والفوتو ترين 6000. دلوقتي ده الاي دي بتاع الايمج، وكل اي دي من الايمج دي بيبقى قدامه خمسه كابشنز زي ما انت شايف بالظبط كده. وزودنا الحاجة المهمة عشان الـ RNN موديل، الـ Start Sequence والـ End Sequence في كل Captions. البلوك ده خاص بالـ Training، الـ Function الخاصة بالـ Training والـ Function الخاصة بالـ Structure بتاع الموديل أو الخاص بالموديل. فدي كل الـ اللي أنا محتاجها عشان أبلد الموديل بتاعي. هتلاقي في Function يعني Import مهمة زي الموديل Inputs و Dense و LSTM و Embedding و Dropout add و middle checkpoint.
دول من اهم الحاجات اللي انت المفروض هنستخدمهم. وطبعا بات سيكونس وتوكنايزر، وطبعا البورت تنسر فلو. طبعا هسيب لك الفايل ده بالكود باذن الله تعالى في الديسكريبشن. فتعال نشوف دلوقتي الكود بتاع الفانكشن دي او بتاع البلوك ده. البلوك ده مفيش كولينج، فاحنا هنبدا من الاول عادي. الكود ده مر علينا كتير، اللي هو اللود دوكيمنت. هفتح فايل وهقراه، كل هيتخزن فيه يعني كل موجود فيه هيبقى موجود في التكست. بعد كده التكست ده هديه لود سيت، نفس الحكايه برضو. انا بدل الفانكشن اللي فوق، هي الفانكشن اللي فوق بالظبط موجوده، بس عشان البلوك منفصل عن البلوك لو انت عايز ترن البلوك ده لوحده. واللود ديسكريبشن برضو عدت علينا، لود فيتشرز نفس الحكايه. تو لاينز، تو لاينز كريت ديكشنري اوف كلين سكريبشن اوف ليست سكريبشن. ده احنا دلوقتي احنا مخزنين الداتا بتاعتنا في ديكشنري، يعني كل اي دي زي ما احنا شفنا في الصوره اللي فوق، كل اي دي بيبقى قصاده خمسه كابشنز بس موجودين في ديكشنري. فدلوقتي انا عايز احولهم لليست، فهمشي على كل كي اللي هو الاي دي واحط كل الكابشنز في ليست. ودلوقتي هيبقى الكابشن موجوده كلها عباره عن ليست مش ديكشنري. الفانكشن دي انا محتاجها ليه؟ محتاجها عشان الموديل بتاعي انا هديه كل الكابشنز مره واحده. فانا بس عشان اديه الكابشنز دي انا مش محتاج الاي دي دلوقتي، انا محتاج بس الكابشنز بس. فانا كل الكابشنز حاولت حطيتهم في ليست، ومش مهم الاي دي بتاع الكابشن ده، خاص بالموديل، بحيث انا الموديل بتاعي هيرن على كل الديسكريبشن او كل الكابشنز بتاعت الموجوده معايا في الداتا سيت بتاعتي. بعد كده في لاينز معين اللي هو توكنايزر. انا بعد ما خدت التوكنز او خدت قصدي الكابشن المعينه دي لازم احولها لتوكنز بحيث الموديل يقدر يفهمها. التوكنز دي عباره عن مثلا لايف لاف ايس كريم مثلا، ونخلي مثلا في شخص مثلا محمد لاف ايس كريم. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتقسم مثلا لو في جمله زي كده او يعتبر دي كابشن، فالكابشن دي بتتقسم كالتالي: محمد هيبقى في اريو اوف 0، لاف هتبقى في اريو اوف 1، ايس كريم هتبقى في اريو اوف 2. هل ده كفايه بحيث الموديل بتاع الار ان ان يفهمها؟ لا مش كفايه. بعد كده الكابشنز دي او التوكنز دي بتحول كل توكن من دول، او كل اللي هو زي الاري بالظبط بس هنسميه توكن. كل توكن من دول هنحوله ليونيك نمبر، يعني محمد دي هتاخد يونيك نمبر مثلا وليكن 9، اللاف دي هتاخد مثلا يونيك نمبر وليكن 7، ايس كريم دي هتاخد يونيك نمبر وليكن مثلا 4. وبعد كده مثلا جت جمله تاني زي احمد لاف ايس كريم. احمد ما عدتش قبل كده في التوكنز اللي قبله، يعني هشيك كل التوكنز اللي قبله. فاحمد دي كلمه جديده او توكن جديده او وورد جديده، فهديها برضو يونيك نمبر مثلا هتاخد مثلا 10، هتاخد توكنز مش موجوده قبل كده. بس لاف انا موجود قبل كده واديته 7، فهديه برضو هنا 7. ايس كريم موجود قبل كده واديته 4، فهديه هنا برضو 4. خلي دي سمول لتر بس يبقوا زي بعض. وبكده الموديل بتاع الار ان ان يقدر يفهم ويقدر يفهم وبريدكت ووردز جديده. بس طبعا هنضيف شويه حاجات تاني غير التوكنايزر او غير التوكنز اللي احنا عملناها دي وحولناها لنمبرز. انا في بلاي ليست عاملها، هي لسه مكملتش بس باذن الله تكمل، يعني باذن الله تعالى بدعواتكم، خاصه بالان ال بي. اول فيديو فيها انا بشرح اللي بيحصل عشان ادي الموديل بتاع الار ان ان جمل ويقدر يفهمها. بشرح دي بس بالتفصيل، يعني زي ما قلت لك كده، محمد لاف ايس كريم بحوالي توكنز، وكل توكنز بيكون يونيك نمبر، ولو في بعد كده جمله تاني وفي توكنز اتاخد قبل كده فهديه نفس النمبر، لو توكن جديد هديه نمبر جديد. انا عاملها وعاملها عملي، فتقدر ترجع للفيديو دي. بس انت كده المفروض فهمتها بالشرح اللي انا عملته. فزي ما انت شايف احنا لاينز تو لاينز، انا بنادي الفانكشن اللي فوق اللي هو هتحولها كلهم لليست بعد ما يرجعوا الليست اللي هي الكابشنز اللي هي دي. بعد الكابشنز كلهم يرجعوا يتحطوا في ليست اللي هي لاينز، انا اعمل كولينج لتوكنايزر، وتوكنايزر دوت فيت اون تكست لاينز. ده معناه ان انت
تحولهم كلهم لتوكنز، وكل توكنز هياخد يونيك نمبر بالشكل ده. اتمنى تكون فهمتها، لو ما فهمتهاش ابعتلي على الميل وباذن الله اوفيك الرد بتاعك ونشرحها مع بعض. بعد كده جيت فوكابلري سايز، انا عايز دلوقتي النمبرز بتاع التوكنز اللي طلعت. ليه؟ عشان الموديل بتاعي لازم اعرف السايز بتاع الفوكابلري بتاعي، بحيث الموديل بيحتاج يعرف السايز ده. في بعد كده اللينس بتاع التوكنايزر دوت وورد اندكس، ده هيدي كل التوكنز الموجوده في التوكنايزر اللي احنا الفانكشن اللي فاقيها، وبس من خلال السطر ده بعرف عدد التوكنز الموجوده معايا، طبعا اليونيك توكنز. انا عملت بلس واحد ان هو بدأ من زيرو. بعد كده في الخطوه المهمه جدا اللي هي الماكس لينس، هعدي على الكابشنز كلها واعرف ايه اطول كابشنز موجوده. مثلا في كابشن طويله، اي مثلا اي لاف او اي ليف ان فرنس سو اي سبيك فرنش، دي مثلا متكونه مثلا من 20 ووردز، وليكن 20 ووردز هو اقل، بس مثلا نقول في جمله متكونه من 20 وورد، فانا عايز اعرف الماكس لينس بتاع الورد اللي معايا، بحيث الموديل بتاعي يقول له انت ما ينفعش تزيد عن الورد دي، لان الداتا نفسها ما فيش جمله اكبر من دي، فانت ما تعملش بريدكت الجمله اكبر من موجوده في الداتا. حاول تفهم الحته دي. الفانكشن دي الماكس لينس بتعمل ايه؟ بمشي على كل الكابشنز اللي معايا في الداتا بعد ما احولهم ليست، بشوف اكبر كابشنز موجوده، بحيث اقول للموديل بتاعي انت ما ينفعش تعمل بريدكت الكابشن اكبر من اللي موجوده في الداتا. اتمنى تكون فهمتها. انا بتهيألي كده يعني ظبط، انا اي ثينك يعني قلتها بطريقه كويسه. برضو لو في حاجه ابعت لي على الميل وباذن الله هوفيك الرد بتاعك. بعد كده الفانكشن المهمه جدا اللي هي خاصه بالتريننج، بتاخد التوكنايزر وبتاخد الماكس لينس اللي هو اكبر عدد، وبتاخد ديسكريبشن ليست، وبتاخد الفوتو اللي هي الفيتشر. خلي بالك انا دلوقتي هوريك جراف هنشرح عليه او صوره هنشرح عليها، بس تعالى نمشي سريعا على الكود ده. اول حاجه بعمل متغير اكس 1 واكس 2 وواي، وكلهم عباره عن ليست. دلوقتي بمشي على الديسكريبشن او الكابشنز بتاعتي، بحول كل كابشن للتوكنايزر. بعد ما هو هتحول سيكونس، هو دلوقتي موجود في سيكونس، فانا السيكونس ده انا عايزه بطريقه يبقى مثلا لو انا مثلا عندي جمله زي كده، نفس الجمله اللي فوق اي لاف ايس كريم، فهو يروح يحولها لحاجه بالمنظر ده 0 مثلا يونيك نمبر. التلاتة والخمسة والستة دول عبارة عن يونيك نمبرز بتمثل اي لاف ايس كريم. وبرضه لو الكلمات دي عدت قبل كده في كابشن تاني هيدي نفس اليونيك نمبر دي، لو كلمة جديدة هيديها نمبر مختلف. فدي معنى تكست تو سيكونس، ان هو يحولها لسيكونس، مش جاست احنا فوق كنا بنحول كلمة كلمة، اللي هي السطر اللي فوق اللي هو فيتون تكست بيحول كلمة كلمة، لكن تكست تو سيكونس بيحولها لسيكونس بيحطها في الري بالمنظر ده. بعد كده دي عملية التريننج. في عملية التريننج انا مش عايز ادخل قوي في تفاصيل، بس في عملية التريننج افهم ان احنا بندي في عملية التريننج وورد وورد، مش بندي الجملة كلها في التريننج. ودلوقتي هوريك بيكتشر تعرف اللي انا بقولك عليه دلوقتي. دي البيكتشر اللي هتوضح ازاي التريننج بيحصل. احنا زي ما احنا حالا مشينا في كود عملنا متغير اسمه اكس 1 واكس 2 والواي، تعالى نشوف دول بيمثلوا ايه. الاكس واحد انا هخزن فيه الفيتشر بتاعت الايمج، يعني المتغير اكس واحد بيتخزن فيه الفيتشر بتاعت الايمج. المتغير اكس اتنين كل مره بيزيد، يعني انا مثلا انا همشي على الكابشن، مثلا الكابشن موجوده زمان is driving his car، فانا الجمله دي همشي في فور لوب عليها بعدد الورد. يعني مثلا هنا نقدر نقول 0 1 او مثلا خلينا شغالين 0 اندكس، سوري خلينا شغالين 1 index، 1 2 3 6. فانا دلوقتي همشي على الجملة دي في اللوب بتاعتي 6 تريت، يعني هعمل اتريتنج 6 مرات.
عشان اخلص الجمله دي. فكل مره في اللوب انا هدي الفيتشر، وهدي اول مره هدي ستارت سيكونس اللي هي الكلمه بتاعت السيجنال، اللي هو الانبوت سيكونس بتاعي هو موجود كده. بس ما تنساش ان احنا كل كابشن زودنا حته الستارت سيكونس والاند سيكونس، فكده همشي 7 مرات مش 6، يعني هتريت على اللوب هتمشي 7 iteration. فكل مره هدي وورد، يقول له مثلا اول مره ستارت سيكونس، وبعد كده اول ما اقول له ستارت سيكونس اقول له الواي، هتلاقيه بقول له انت المفروض تعمل بريدكت للذات اللي هي بتاعت اول جمله اللي هي ذات من خلال الفيتشر دي اللي هي بتاعت الايمج. فبعد ما بريدكت الذات فالمفروض في اللاين ده اقول له انت المفروض كنت تبريدكت المان. ده بيحصل في تريننج، في تريننج بقول له انت المفروض تبريدكت ايه، لكن في البريدكشن او في انا بستعمل الموديل مش بقول له انت المفروض بريدكت ايه، هو اللي بيديني الريزلت. لكن في تريننج انا بقول له انت المفروض تعمل بريدكشن ليه من خلال الفيتشر الموجوده، وهكذا لغايه لما اوصل زمان مثلا از المفروض يعمل بريدكت درايفنج، اقول له انت المفروض تعمل بريدكت درايفنج، وبعد كده تلاقي درايفنج نزلت في الاتريشن اللي بعديها. وبعد كده لغايه لما يوصل للاخر خالص للكار، وفي الاخر خالص هزود الاند سيكونس وخلاص كده ايه مفيش بريدكشن تاني. فده اللي بيحصل في خلال التريننج. فكل اللفه في الاتريشن انا بدي الفيتشر بتاعت الايمج بحيث يقدر يتعرف على الايمج دي، وبقول له انت المفروض تعمل بريدكت الايه من خلال الايمج دي. يعني مثلا في اول تريت بقول له انت المفروض تعمل بريدكت للذات اللي هي اول الجمله، بعد كده انت المفروض تعمل بريدكت للمان اللي هي تاني كلمه في الجمله، وهكذا لغايه لما اوصل لغايه الاخر خالص اللي هي الكار. بعد كده اعمل اند سيكونس اللي انت ما ينفعش تعمل بريدكشن تاني، واعمل كلير للداتا دي بحيث تشال الكوما ويطبع زمان از درايفنج سكور من خلال الايمج اللي احنا شايفينها دي. ده بالنسبه للتريننج اللي بيحصل. اظن الصوره دي موضحه جدا. لو انت ما فهمتش ايه اللي بيحصل ابعت لي على الميل، وباذن الله هوفيك الرد بتاعك وهشرحها لك وخير باذن الله. فده بالظبط اللي بيحصل في البلوك اللي هو الخاص بال 4D، اللي انا بمشي على كل ايمج بعدد الكابشن، بعدد الورد بتاع الكابشن، وبدي وورد وورد في سيكونس. الانبوت سيكونس دي بتزيد، والاوتبوت سيكونس عباره عن الواي، بقول له انت المفروض تبريدكت كذا، ولغايه لما اوصل اخر خالص. بعد كده اعمل اكس 1 دوت ابند الفوتو، اكس 2 دوت ابند ان سيكونس، واي دوت ابند الاوت سيكونس، وبعمل ريتيرن الاكس والاكس 1 والاكس 2 والواي. ده بيحصل في تريننج. انا بعمل وانا بعمل تريننج بعمل كولينج الفانكشن دي اللي هي كريت سيكونس. بعد كده الجزء ده يعني هو شايف زي ما انت شايف هو عباره عن 10 سطور بس. ال 10 سطور دول انت محتاج يعني محتاج تسمع كورسين على يعني او كورس على الاقل عشان تفهم اللي موجود هنا. فانا اختصارا ده عباره عن الموديل. الموديل اول انبوت اول لاير فيه بتاخد عدل في الفيجوال موديل بيطلع اللي هي الفيتشر لاير، بيطلع سايز اللي هي 4096، فانا هعمل الشيب بتاعه 4096. بعد كده عامل لاير اسمها دروب اوت، دي عشان الريجولاريزيشن او عشان ما يحصلش اوفر فيتنج. زي ما قلت لك انت عشان تفهم الموديل ده بالظبط فتحتاج تسمع على الاقل الكورس بتاع الام اي تي اللي هو انتروداكشن تو ديب ليرنينج. هسيب لك اللينك في الديسكربشن باذن الله، وانت عايز مهتم انت عايز تفهم التفاصيل، وده طبعا احسن بحيث ان انت ما تاخدش كود كو بيست بس انت حاليا مثلا عايز تشغله فما تشغله. بس انت عشان تفهم اللي ورا الكود ده او اللي ورا الموديل ده لازم تروح سامع البلاي ليست على الاقل اللي هي بتاعت ام اي تي انتراكشن تو ديب ليرنينج، متاحه على اليوتيوب تقدر تشوفها فور فري. وفي نفس الوقت في الامبيدنج لاير انا عامل عليها فيديو، هسيب لك عليها هسيب لك اللينك في الديسكربشن. والاس تي ام نفس الحكايه عامل فيديو برده عليها اللي هو السيريس الخاصه بالان ال بي. باذن الله هكمل السيريس دي بدعواتكم باذن الله وفضل ربنا علينا. فانا هسيب الجزء ده زي ما قلت لك، انت الجزء ده هو الخاص بالموديل، والموديل زي ما قلت لك انت محتاج تسمع انتروداكشن تو ديب ليرنينج على الاقل كورس يشرح ديب ليرنينج. هاجي هنا الفانكشن اللي هي داتا جنريتور. هنا انا هنا همشي على الداتا بالظبط بتاعتي، انا همشي على الداتا بتاعتي وهعمل كولينج الفانكشن اللي هي كريت سيكونس، وهعمل ييلد ريتيرن الان ايمج وان سيكونس والاوت اوف الورد. تعال نشوف بالظبط الفانكشن اللي بتنادي الداتا جنريتور. الداتا جنريتور انت لازم تعملها بحيث يحصل تريننج، يعني الفانكشن دي موجوده عشان التريننج. انا بمشي كل بعمله بمشي على الداتا بتاعت الموجوده في description dot items اللي هو dictionary، بيبقى معايا الكي بتاع الفوتو ومعايا الفيتشرز بتاعت الفوتو متخزنه في الفوتو. فانا باخد الفيتشر دي
وبديها للكريت سيكونس بحيث يقدر يعمل تريننج. بس هو ده اللي موجود في الداتا جنريتور دلوقتي. الفانكشن بتاعتنا الخاصه بالموديل الخاصه بالتريننج، التريننج في الموديل في البروجكت بتاعنا عباره عن بعمل كولينج للداتا جنريتور الفانكشن اللي انا لسه شرحها حالا، وبديه التريننج ترين ديسكريبشن اللي هو كل الكابشن الخاصه بالتريننج وترين فيتشرز كل الفيتشرز الخاصه بالتريننج فوتوز، والتوكنايزر اللي احنا لسه عاملينه والماكس لينس اللي هو اقصى عدد الكابشن او اقصى عدد الورد الموجوده في الكابشن، بحيث ان انت ما تزيدش على على الورد الموجوده في الكابشن دي. مثلا لو انا عندي ماكس وورد موجود في الكابشن 20، المفروض ما تعملش بريدكشن للكابشن السايز بتاعها 21، ده لازمه المتغير اللي اسمه ماكس لينس. بعد كده تقدر تسمي هنا الموديل موديل دوت فيت جنريتور، جنريتور وبوك يساوي واحد ستيبر ايبوك ستيبس فيربوس واحد، ده برضو تقدر هتفهمه شوية مع الكود او مع الكورس اللي اسمه او مع اي كورس خاص بالديب ليرنينج. بس هنا كل بعمله برضو كولينج للفانكشن انا عملتها اللي هي جنريتور متغير جنريتور، وبقول له انت هتمشي لفة واحدة ستيبس بير بوك اللي هي الستيبس، الستيبس انت بتحددها فوق هتمشي قد ايه، همشي على كل التريننج بتاعتي. يعني مثلا في الايبوك الواحده همشي على كل الصور، فهمشي 6000 مره اللي هي تريننج عدد التريننج فوتوز بتاعتي. وهنا فيربوس واحد او فيربوس زيرو ده معناه انت ظهر لي عمليه تريننج ولا لا في حكايه الرن. وهنا الموديل سيف بحيث اسيف الموديل بتاعي بحيث مش كل مره اعمل لودنج من جديد. طبعا هو الموديل بتاعنا احنا مش مستخدمين في باي دايركشنال، فاحنا هنسميه موديل دروب اوت 0.5. هسيب لك باذن الله الكود ده في الديسكريبشن. نيجي هنا لاخر بلوك معانا اللي هو البلوك الخاص بالرن. هتلاقي فيه فانكشن كتير احنا استخدمناها قبل كده زي اللود دوكمنت. انا بعمل لود الدوكمنت زي ما احنا كنا عملنا، بفتح فايل بقراه كل اللي فيه بيتخزن في التكست. لود سيت نفس الحكايه، كل الاي دي بتاعت الفوتوز بتاعتي بتبقى موجوده في المخرج بتاع الفانكشن دي. بعد كده لود كلين ديسكريبشن برضو عدت علينا اللي انا كل اي كابشن موجوده معايا بزود ستار سيكونس اند سيكونس. ولود فوتو فيتشرز الفوتشرز اللي احنا سيفناها في اول بلوك. بعد كده تو لاينز، تو لاينز اللي انا بحول كل تو اللي انا بحول كل الديسكريبشن بتاعتي بحطها في ليست. وبرده عدت علينا كريت توكنايزر والماكس لينس اللي هو اقصى عدد تقدر تعمل بريدكت للورد في الكابشن واحده. وورد فور اي دي احنا هنا نشوف ان احنا دلوقتي في عمليه البريدكشن انا هعمل بريدكت لنمبر، فمن خلال النمبر ده انا هشوف النمبر ده بيساوي ايه في التوكنايزر بتاعي. زي ما احنا قلنا في التوكنايزر انا بدي لكل وورد نمبر معين، فبناء على النمبر ده انا هشيك همشي على التوكنايزر بتاعتي واشيك اي اندكس بيساوي النمبر اللي طلع من البريدكشن. الجينيريك ديسكريبشن دي الفايده بتاعتها انا بعمل بريدكشن وورد باي وورد للكابشن بتاعتي الجديده. فده اختصار الكود ده. لو انت مش فاهم فيه حاجه ابعت لي وباذن الله هوفيك الرد بتاعك. بس زي ما قلت لك الكود ده اللي بيعمله بحول التكست اللي موجوده معايا لسيكونس تكست سيكونس، ده برده شرحناه لسه حالا. في حاجه اسمها بات سيكونس، بات سيكونس دي بحيث يبقى فيه لينس معين، يعني تقدر تقول ان انا بعمل فيكسد لينس ما اقدرش اطلع عنه. وبريدكت وورد باي وورد بديله الفوتو اللي هي الفيتشر والسيكونس الموجود معايا، وبناء عليه بعمل بريدكت ببريدكت وورد واحده، وتفضل اللوب دي شغال لغايه الماكس لينس. ومن خلالها اف الورد اللي يعني اعمل بريدكت للاند سيكونس فخلاص اعمل بريك ورجع لي اند تكست اللي هو الفيل كابشن. لو انت في حاجه مش فاهمه فيه ابعت لي على الميل وباذن الله في الرد بتاعك. هنا الاستركت فيتشر انا لازم اعمل الفانكشن دي بحيث الصوره الجديده لازم اعرف الفيتشر بتاعتها اللي هي الصوره اللي مش موجوده في الداتا، ومن خلال كده انا بقدر اعمل بريدكشن للكابشن اللي انا عايزه. بس هو كده البروجكت خلص. اتمنى تكون استفدت وعلى الاقل يعني عرفت معلومات جديده. لو في اي حاجه انا قلتها بسرعه ابعت لي على الميل بحيث يعني اشرحها معاك. وهنا زي ما انت شايف مثلا انا عملت تيست مثلا للصوره دي، فمثلا زي ما انت شايف في دوج هنا، فزي ما انت شايف طلع لي دوج از رانينج ثرو ذا ووتر. طبعا هتلاقي في طبعا صور احسن من يعني طلع بريدكشن احسن من كده، بس انا دي اللي عملت عليها تيست حاليا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو باذن الله. تعالى
لو عندك كل سؤال تقدر تبعتلي على الميل. لو انا قلت حاجه بسرعه ابعتلي على الميل بحيث يعني افهمها، لو يعني ابعتلي على الميل بحيث اشرحها لك بالتفصيل، انا ما عنديش مشكله في ده. لو عندك اي ريكومنديشن انا يعني بسعد بالريكومنديشن بتاعتكم، او الافكار اللي انت عايزين نعمل عليها فيديو، يعني حاجات معينه واقفه معاكم وعايز نعمل عليها فيديو ابعتلي، والحاجات دي انا يعني باخدها في الاعتبار بحيث اعمل فيديوز او سيريس عليها، سواء نزل الكورس على يوديمي او على يوتيوب. وباذن الله طبعا اي كورس هنزله على يوديمي لو حد محتاج كورس ده، انا ابعت لك كود او لينك بحيث تاخد الكورس فور فري. تقدر تخش تشوف البلوج الخاص بيا. ما تنساش تعمل سبسكريبشن على اليوتيوب شانل بحيث يظهر لك كل جديد او كل فيديوز جديده اللي بعملها. اتمنى كنت في يا جماعه باذن الله تعالى بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.